وأيضاً المسلم لا يغتر بعمله، لعلك تفلح، شوف لعلك تفلح، لا تجزم وتغتر بعملك، ولكن ترجو الله، ترجو الله أن يجعلك من المفلحين، تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين، ولا تعتمد على الرجاء فقط بدون عمل، هذه طريقة الضالين، هذا الرجاء المذموم. الرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، تعمل السبب وترجو من الله عز وجل ولا تجزم لنفسك، هذا هو الرجاء المحمود المقرون بالعمل الصالح. نعم.